أعزائي متابعي قناة هل تعلم، أهلا بكم في كل مكان. في هذه الحلقة ستشاهدون العديد من مقاطع الفيديو الطريفة من كاميرات المراقبة، لذا تابع الفيديو إلى النهاية، وكالعادة وقبل أن نبدأ انزل للأسفل واضغط على زر اللايك، كبر الشاشة ولننطلق سويا. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم. من الواضح أن هذا العامل متأثر بشخصية الرجل العنكبوت. ترتيب البضائع في رفوف المتجر ليس عملا سهلا، وهنا لدينا عامل آخر يجد صعوبة في ترتيب البضائع. أظهر هذا العامل ردة فعل سريعة للغاية، من الواضح أن كرة السلة ليست الرياضة المناسبة لهذين الشابين. نال راكب الدراجة جزاءه على الفور، استغل الطلاب نوم أحد الزملاء لتنفيذ هذا المقلب. أما هذا الطالب فقد كان محظوظا بتواجد هذه المعلمة المرحة. هذه أفضل طريقة للتعامل مع الآلات المعطلة. يبدو أن مواقف السيارات أصبحت تستعمل لركن القوارب أيضاً. ركوب الدراجة يتطلب المعرفة ببعض قوانين الفيزياء، تعرض الرجل لموقف محرج بسبب دراجته. سيتحمل السائق تكاليف إصلاح أنبوب المياه. اعتقدت الفتاة أنها تدخل المنزل، فتركت حذاءها في الخارج. من المستحيل ملاحظة تلك الحفرة وسط الطريق. Thank you.
إذا كنت تشخر أثناء النوم فلا ننصحك باستعمال المصابيح التي تعمل بالأوامر الصوتية. يتمتع هذا الشاب برؤية جيدة في الظلام. قرر السائق اصطحاب شاحنة أخرى معه. لن ينظر هذا الشاب إلى الخلف أثناء السير مرة أخرى. ولهذا لا يحب السائقون ركن سيارتهم في مواقف السيارات متعددة الطوابق. لدينا سؤال واحد، هل يحاول سائق الشاحنة مساعدة سائق السيارة أم أنه لا يرى السيارة على الإطلاق؟ يبدو تغليف البضائع سهلاً ولكنه ليس كذلك. يمر عامل التوصيل بيوم سيء. حصل الكلب على وجبة مجانية. لن يحتاج العمال لبذل أي جهد لتحريك كتل الجرانيت الضخمة. يبدو أن هذه الفتاة أحبت هذه الرقصة. أحدث الزبون الكثير من الفوضى بحركة بسيطة. هذا لا ينصح بممارسة الرياضة داخل المنزل. يبدو أن الفتيات لا تواجهن مشاكل في قيادة السيارة فقط. المكبح اليدوي ضروري جدا حتى داخل ورشة الصيانة. أراد الرجل إرعاب زوجته وقد نجح في ذلك. نأمل أن عقد التأمين يشمل الحوادث مع عربات الأحصنة. قررت الفتاة الحصول على استراحة أثناء العمل. لا يتهاون هذا الكلب في الدفاع عن منطقته. أعزائي متابعي قناة هل تعلم؟ إذا أحببتم دعمنا لكي نستمر يمكنكم الضغط على الرابط في الوصف. أو على يوتيوب ثانكس. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟